الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا من خلال شاشة قناة الشروق الفضائية. أهلا بكم في هذا البث المباشر من خلال ليالي الحقيبة، حقيبة الفن اللي حملت في داخل كثير من الأغنيات السودانية الثرة والعميقة في ذاكرة الوجدان السوداني، حقيبة الفن، الحقبة الزمنية اللي وثقت واللي من خلالها تكون جنين الأغنية السوداني واللي شكل هوية الفن السوداني ككل من خلال هذه الحقبة الثرة اللي عابقة في عمق في ذاكرة الشعب السوداني في تفاصيل المختلفة. خلينا نقول إنه البنية اللحنية اللي ساعدت لأنها هي تكون موجودة حتى الآن، ضمنت لها الخلود بصورة أو بأخرى. خلينا نقول إنه كثير من الشعراء والفنانين اللي كانوا حاضرين وموجودين معاها ما ذكرت حقيبة الفن إلا وذكر رواد للأغنية السودانية، ابتداء من زنجار وغيرهم حتى وصلنا إلى المجايلة اللي حملوها جيلا عن جيل، ونحن الآن في رحلة استذكار عبر هذه الحقيبة من خلال ليالي الحقيبة. بندعوكم كل متابعينا من خلال هذا البث المباشر في دار اتحاد فن الغناء الشعبي لمتابعة هذه السحرة التي تحمل بين طياتها العديد العديد من الحاجات المتميزة. خليكم معنا. كيف اطيق سرواني زماني غير
وجميل يا مدلل
I said.
سيد بيتك ميزينو حجر للرجال وينو الليلة سيد بيتك ميزينو حجر للرجال وينو الليلة فيك النور أحيي الليلة دود النذر أحيي الليلة فيك النور أحيي الليلة دود النذر أحيي الليلة حجر للرجال أحيي الليلة أحيي الليلة أحيي الليلة أحيي الليلة أحيي الليلة
الهي يفني كل واشي على سلوان يهديك وعيونك على من عينيك وكالخزا يرضيك تأمل شوية وغريب تحية.
شعبي، وألف شكر لدعوتكم لي. يعني دي حاجة أنا أفتخر بها. اليوم أول مرة أنا أخش في تجربة الغناء الشعبي، فإن شاء الله أكون يعني شكرا جزيلا. اهلا بكم متابعينا وين ما كنتوا، لازلنا مستمرين معاكم في ليالي الحقيبة وليلة مختلفة ومتميزة لليوم. يكفي أن شارك فيها الكفر كما كان مشاركا الوتر دائما. نحن في حضرة واحد من اللعيبة المميزين جدا اللي خلدهم تاريخ السودان، زي ما كانت أغنيات الحقيبة هي من المخلدات في ذاكرة الشعب السوداني. أهلا وسهلا بك كابتن النجر. أهلا مرحبا بك يا أخت، ومرحبا بكل الموجودين، ومرحبا بالاحتفال بالحقيبة. والحقيبة هي أساس الغنى عندنا في السودان، يعني ومن حقها إنها نحتفل بها وندي أكثر من كده. يعني علاقتك بالحقيبة كيف؟
والله يعني الاغاني الجميله بسمعها كلها يعني الحمد لله. دندن قبل التمرين كده؟ والله يعني مرات. النجرجه طبعا واحده من الحاجات المميزه شديده اللي بيحتفظ بها الشعب السوداني يعني. طبعا احنا عاوزين ناخذ يعني الالتراس والحماس والالتهاب الملاعب والتهاب يعني الحماس عند المشجعين عموما ما بين الكفر والوتر. ايوه دي يعني جديدة النجرجة يعني طبعا دي ايام الرياضة الجماهيرية طبعا لما النميري الغى الرياضة وانا طبعا في الوقت ده مشيت السعودية ولعبت في النصر السعودي ودرست في جامعة الملك سعود الرياض وكاس العودة طبعا ده كاس العودة كان عمله جيت من المطار طوالي للملعب وانا داخل الملعب الجمهور كله النجرجة النجرجة يعني دي كانت حاجة ما بنساها كله فدي القضية بتاعتها يعني. طيب خلينا نتكلم برضو عن الحماس يعني هل بيأثر فعلا في اللعيبة وفي حماس وممكن تكون جبت جون كده نتيجة لحماس الجمهور والتهاب المدرجات؟ يعني في المباراة بتاعت العودة دي ذاتها يعني جبت فيها جونين فيعني دي ما بنسى جون المباراة كان هو 1-0 فدي يعني أنا ما بنسى طبعا دي الجمهور دائما بيديك الحماس وخليك إنك يعني طبعا لأنه كرة القدم بتعتمد على اللياقة البدنية وانت لما تكون حماسك قوي بيساعد برضه في بس اللياقه البدنيه ليك وبتتعدي كويس يعني فده الحماس يعني. اللاعب يعني ممكن يكون يا كابتن مصطفى هو فنان بطريقه او باخرى يعني كونه انه هو يحاول يضع خطته داخل الملعب وكونه انه يحاول من خلال خطه يعني انه يعرف من وين يجي ومن وين يهدف ومن وين الزاويه المناسبه ودي كلها نوع من انواع الفن. فكلمنا عن الملعب عموما. الملعب اول حاجه طبعا كره القدم هي زي ما بيقولوا اي بي سي يعني كيف انك انت كيف في حياتك ثلاثه حاجات كيف تلعب الكره باص كيف تثبت الكره كيف تجري بالكوره لو انت عملت الثلاثه دي معناتها هتأدي مباراه كويسه فبالتالي هي ده كل المدربين بيعتمدوا على الاداء ده فانت بتلعب باص وتثبت الباص وبتجري بالكوره وتلعب باص في الاخير اذا انت كنت قريب للجون بتلعبها في الجون فدي كره القدم كده يعني ما اكثر من كده. زي ما كان عندك يعني اغنيه محببه عند الجمهور عندك برضه اغنيه حبيبه لك لنفسك بتحاول تدندن بها. والله يا اخي طبعا اغاني الاغاني كثيره طبعا احنا يعني بنحب اغاني الفنان محمد وردي يعني وردي طبعا فنان مشهور يعني فنان معروف فزول يعني انا بحس بكلامه شديد يعني وردي. الان يمكن الشباب اتجهوا لانه بالرغم من ان الكره هي حاضره في كل المساحات الفن وفن الحقيبه تحديدا بقى حاضر، رايك شنو في اعاده تصنيع الفن الحقيبه عموما؟ والله طبعا دي حاجه مهمه جدا جدا وطبعا الحقيبه هي الاساس للفن في السودان وهو سمعنا اغاني جميله جدا جدا والحقيبه يعني ان شاء الله نتمنى لها العلو يعني ان شاء الله. شكرا لك كثير كابتن مصطفى النجر. والله لا شكرا على واجب يعني وانا سعيد جدا جدا لاني جيت حضرت هنا واشكر الاخ مغرب اللي جابني هنا ده وشكرا للجميع يعني شكرا لكم. انه تكون الكوره يعني هي وانه يكون مساحه الفن وملعب الفن هو ملعب جامع سواء كان للكفر للوتر لغيره من المهن المختلفه دي الحاجه المطلوبه. مستمرين معكم ما تمشوا بعيد. المهام العظيمة اللي بيقديها الكورس انه هو بيدي الغنية مساحات مختلفة وملامح مختلفة وتفاصيل مختلفة، صح الكلام ده ولا ما صح؟ احمد جوليا شهير بجوليا تحديدا مرحبا بك. اهلا بك، مرحبا بكم في اتحاد فن الغناء الشعبي ونحن سعيدين سعادة كبيرة جدا بوجود قناة الشروق الرائعة في هذه الليلة الجميلة. كلامي صح يعني يا جوليا؟ اكيد ما في كلام. حقيقة هو الكورس هو مساعد قوي يعني او داعم قوي في الاداء في الغناء الشعبي بالذات يعني هو مساعد للفنان في اداء الاغنيه بالطريقه الجميله
جميل، بديه بعد ثالث يعني. خلينا نقول انا عاوزه اتكلم معك في انه في بعض الفنانين ممكن يكون عندهم كورس بيأدي كمان اداء مميز ومختلف، وفي نفس الوقت انتم بتندمجوا مع الاغنيه اكثر من الفنان. وحقيقة يعني نحن في الحفلات هسي خلي في الإذاعة وفي التلفزيون في الحفلات يعني تقريبا الكورس هو زي يقولوا الفاكهة بتاعت الحفلة أو الملح بتاع الأغنية ذاتها، لأنه هو بدي الأغنية طابع مختلف، بدي بالحركة بالأداء بالتطريب بجمال الصوت وبجمال الهيئة وبجمال الأداء. احمد انت يعني كورس قديم وغنيت خلف فنانين كبار يعني من زمن بعيد، اختلفوا الفنانين من زمان للان؟ والله هو الفنانين اختلفوا، لكن الاداء لا زال هو الاداء الرائع، الاداء المتميز، اداء الفنانين بالضبط هو ذاته الاداء الفن اي في تحف غناء شعب بالذات، يعني عندنا الاداء المتميز، الاداء الرائع، والغنى الرصين، الغنى الجميل. عندكم قطع اخضر ولا ما في الكلام ده؟ انتهى من زمان زمن الحكامات والقطع الاخضر والكلام. لا ما عندنا هسه طبعا القطع الاخضر ده، لكن عندنا الجماعيه في الاداء، وعندنا اللونيه الجميله بتاعت غنائنا الشعبي، عندنا الايقاعات الجميله الرائعه السودانيه المميزه. عندنا كذلك نحن الاسره الفنيه الرائعه في اتحاد الغناء الشعبي بتكون من الفنانين الكبار والعازفين والكورس القدامى الكبار زينا كده. طيب هي طبعا اي حاجه فيها المجايله وتسليم من رايه لرايه، شنو الحاجه اللي انت بتسلمها ككورس لكورس جديد جاي بعدكم؟ هسه انا عندي تقريبا مجموعتين يعني من الشباب بيتدربوا معانا مع فنانين، مع دكتور عبد الله محمد فنان، ومع كمال ترباس كده. عندنا مجموعه كبيره يعني من الفنانين، عندهم مجموعة بتاعت شباب. بتختاروهم كيف؟ والله طبعا الصوت السليم والجميل، إضافة لكده الواحد يكون عنده الشجاعة الأدبية اللي بتخليه يقف قدام الجمهور. أحمد جولي يا أخي شكرا لك كثير. تسلم يا أستاذة، فرصة سعيدة جدا وأنا سعيد بغناة الشروق. احنا أكيد مستمرين معاكم متابعينا وين ما كنتوا، لسه مساحات قادمة. مستمرين معكم متابعينا وين ما كنتوا، ويمكن المساحة اللي كانت ماضية هي مساحة مختلفة لفنان يعني دخل بقوة في أغنية الحداثة، والآن بذات القوة اللي كانت في الأغنية الحديثة ولج لأغنية الحقيبة بصوت مختلف ومتميز ومتفرد. مسعود فايز أهلا وسهلا بك، وصراحة أبدعت من خلال الفاصل الأول. أولا التحية لأسرة قناة الشروق، والشكر برضه الموصول لاتحاد فن الغناء الشعبي. فيعني انا سعدت جدا بالمشاركه معهم في المنتدى الاسبوعي، وشكرا لكم برضه قناه الشروق. يمكن اعاده انتاج اغنيه الحقيبه باصوات مختلفه ومتميزه يعني هي ممكن تكون مهمه صعبه، ومهمه انه انتم تاخذوا الرايه من اجيال سابقه هي مهمه اصعب. اغنيه الحقيبه والفنان الحديث، هل فيها مشاكل بالنسبه لكم؟ هل فيها صعوبات بتلقوها، ولا نفس الاداء اللي كان بيادوه الفنانين اللي الاصل في الاغنيات انتم حاولتوا انكم تادوه ونجحتوا فيه؟ نعم والله في الحقيقه طبعا الناس سبقونا او الصانعين اغنيه الحقيبه هم ما قصروا في يعني صناعتها من ناحيه لحن من ناحيه اداء، فنحن بنحاول انه نقوم نقدم اغنيه الحقيبه في زمننا ده عشان انها تصل للاجيال الماسمعتها،
وبنحاول نقدمها بشكلها يعني القديم، بسعى لتوب جديد يعني، ممكن إضافة مزيكا، إضافة بعض التطريبات في الصوت، بعض يعني الحليات مثلا. ما بتحسوا انها هي يعني افقدت الاغنيات الاصل بعضا من خلينا نقول يعني رسوخها في ذاكره الاغنيه السودانيه وفي ذاكره الوجدان والمكتبه السودانيه ككل؟ انا بفتكر من شروط انك تأدي اغنيه الحقيبه انك ما تغير في الشيء اللي ظهرت به، ما يعني ما تغير في الالحان اللي وضعها الناس القبالك، ما تغير في الكلمات والمفردات، حاولوا احفظوا الاغاني بصوره جيده ويقدموا الالحان بصورتها اللي توضعت بها. يعني ممكن تضيف في 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 الموسيقى زي ما قلت لك، او تضيف في تضع لمسات، لكن ما تغير المضمون او التركيبه بتاعتها الاصليه. مسعود يعني في مساحة أخيرة، يمكن الآن أصبحت أغنية الحقيبة هي بتسجل حضور قوي من خلال دفتر الأغنيات السودانية عند الشباب تحديدا، واتجه معظم الشباب لأنه يستمع لأغنية الحقيبة. نعم، أغنية الحقيبة أغنية ذات يعني مفردات جميلة ومعاني جميلة وبتمس أي يعني مستمع. فالشباب طبعا اكيد شباب واعي، عشان كده بيسمعوا الاغنيه بتاعت الحقيبه. في فتره انتشرت فيها بعض الاغنيات اللي يعني انا ما اقدر اقول المبتذله، لكن الاغنيات ما بترقى للمستوى. فاغنيه الحقيبه حتظل خالده في وجدان الشعب السوداني وفي اول المستمع السوداني او المستمع للاغنيه السودانيه عامه. فأغنية الحقيبة حتكون ساكنة في وجدانه، ما حتطلع منه. حتى كان شاب، كان زول كبير، كان طفل، هسه أنا بعرف ناس يعني أطفال صغار حافظين أغنيات تحت حقيبة. أنا غنيت مثلا أغنية ست البيت عفوا أغنية يعني اللي في الحب مسألة قاضي الغرام، في أغنيات كثيرة فينا أطفال صغار حافظينها. الرسالة السامية اللي احنا يعني بنطلبها من خلالكم ومن خلال الفنانين القادمين ومن خلال أجيال وأجيال قادمة. شكرا لك كثير مسعود، وإن شاء الله نتمناها تجربة متكررة دائما بإذن الله تعالى. شكرا لكم انتوا قناة الشروق على استضافتنا، ويعني نورتونا الليلة في الاتحاد. شكرا جزيلا لك. لك تحية، أكيد مستمرين معكم متابعينا، ولسه المساحات قادمة. مستمرين معكم متابعينا من خلال هذه الليلة من ليالي الحقيبة، والفاصل الأول كان لواحد من الفنانين المميزين، والقادم أكيد هو أكثر تميزا وأكثر بهاء، مع بهاء الدين الحلفاية. أهلا وسهلا بك. مرحبتين حبابكم، والحمد لله على الإطلالة الجميلة من قناة الشروق. إن شاء الله نكون عند حسن الظن هاي ان شاء الله باذن الله الكريم، ونقدم ما يجي مسامع الجمهور العظيم ان شاء الله. ان شاء الله طبعا اكيد نحن يعني شغوفين جدا لانه نسمع القادم في الفاصل الثاني، لكن خلينا نتكلم معك عن البروفات والتجهيزات، وليله من ليالي الحقيبه بالتاكيد بتطلب كثير من الجهد. الحمد لله يعني كلنا المجموعه كلها الحمد لله من اولاد الحلفايه، ونحمد الله مستمرين في البروفات وانتقاء الاغاني الجميله اللي بترغي بذوق المستمع. موعودين بليلة مختلفة يعني. إن شاء الله بإذن الله الكريم. معناها خلينا نحن وكل متابعينا ومشاهدينا وين ما كانوا هم كمان يستمتعوا بالفاصل الجاي. إن شاء الله بإذن الله الكريم نقدم ما يجي مسامع الحضور الكريم إن شاء الله، ونكون عند حسن ظن الغناء بإذن الله. تورينا واحدة من الأغنيات اللي حتكون في الفاصل الجاي. جمرو حرقني إن شاء الله حنبدأ بها. إن شاء الله نحن بنتحرق شوقا يعني إن شاء الله للمساحة القادمة، وأكيد لسه مستمرين معاكم.
موجودة معانا متابعينا وين ما كنتوا من خلال يعني شخصيات موجودة في ليلة من ليالي حقيبة الفن. وليد بابكر عضو اتحاد فن الغناء الشعبي، أهلا وسهلا بك. عليكم السلام، أهلا وسهلا، يا مرحبتين. خلينا نتكلم أستاذ وليد يعني عن اللجنة الفنية عموما واختيار الأصوات والترشيحات اللي بيتم، وإنه كل ليلة من ليالي الحقيبة هي بتتميز بإنه الفنان اللي بيكون موجود فيها مميز أكثر من قبل. اتحاد الغناء الشعبي اتحاد فيه لجنة فنية متكاملة بتحتوي على كورس، على إيقاعات، على فنانين متخصصين في إنهم يجيزوا أصوات أي واحد أو أي إنسان بيجد في نفسه الكفاءة إنه يكون كورس أو عازف إيقاع أو فنان. إيقاعات يعني الغناء الشعبي تحديدا هي مميزة ومختلفة باختلاف وتنوع الثقافة السودانية وباختلاف جغرافيا المنطقة وغيرها، كيف بيتم اختيار الإيقاعات للفنانين وتحديدا في الاتحاد؟ والله الاتحاد فيه ناس متخصصين جدا في مجال الإيقاعات، لانه الإيقاع زي ما قلتي يعني السودان فيه كميه كبيره جدا من الإيقاعات، حتى الإيقاعات التراثيه تعتبر إيقاعات شعبيه. فيلا اي واحد بيقوم بيجي عشان يقوم يعزف إيقاع ولا حاجه بيلقى انسان متخصص في الاله اللي هو عاوز يعزفها، اذا كان من شرق السودان، اذا كان من غرب السودان، اذا كان من شمال السودان، كل الناس ديل في ناس قاعدين عارفين إيقاع المنطقة وإيقاع البلد وإيقاع الناس ديل، فبيمتحنوا في الإيقاع اللي هو جاي يشتغله أو الإيقاع اللي هو جاي يغني به. فما في حاجة متروكة للزمن ولا متروكة للظروف ولا ساي، كلها محسوبة حسابات، لأنه لما نطلع على المسرح ده الجمهور ما بجامل، ما حيفهم لك إنه والله جاي جديد ولا جاي يتمرن ولا لسه ما فهم ولا لسه ما يعرف. انت طلعت المسرح انت زول بروفيشنال، انت زول المفروض تأدي على اجمل ما يكون وعلى احسن ما يكون، فما في زول بيقوم بجاملك. احنا شاكرين لك كثير استاذ وليد بابكر، شكرا لك وشكرا لانه انتم فعلا بتكونوا حريصين اشد الحرص لانه تطلعوا بالوجه المشرق دائما للغنى الشعبي. شكرا لك وشكرا لقناه الشروق، وشكرا لانها بقت تجي اتحاد الغناء الشعبي وسلط الاضواء على حته هي بداية الغنى في السودان. الله يخليك. شكرا لك كثير. احنا بنحييك واكيد تحية لكل ضيوفنا اللي كانوا موجودين معنا، حنخليكم كمان متابعين وين ما كنتوا في الفاصل الثاني من ليالي الحقيبة والفنان بهاء الدين. الليل عاجب للأكل لقبة حلال بيمين، وعاجبني الماشي حد غير الله زول نعين. الولد البلاوي الشيمة خدر يمينه، الولد البلاوي الشيمة خدر يمينه، ضربت كفه زي صدمة رفارف الهينو. يا في الملام لا سيعني حي عمزة غرام ضاوي المحي، يا في yeah.
هواء تدعي ما تشوفي يا لب الخمر دي سكري وهي وانا من هواء تدعي ما تشوفي بفرض بي شوقي مري وهي وانا حبي في المضمر مبدوع وكاحيل يا الغرام
Yeah.
رد الطبيب وافاني رد الطبيب وافاني بعيونه انا عزاني ابكي ومنوح وصيح لشوف الدنيا لابس الحشم حبيبي هواك جمر وحرقني بفارق الروح لو يفارقني حبيبي هواك جمر وحرقني بفارق الروح لو يفارقني حبيبي هواك
حبيبي هوا. يا
Yeah.
Oh,
وما بننسى ليلة كنا تايهين في سمر، واحدة من الليالي الجميلة اللي كان فيها سمر متميزا ومختلفا، ليلة من ليالي الحقيبة وأمسية متميزة. حاولنا نقول لكم مباشرة وكانت متعة لليالي الحقيبة ذاتها، الليالي الأمدرمانية الأصيلة التي جمعت عتيق بعبد الرحمن الرياح، سرور كرومة وغيرهم كثر وتطول القائمة. أكيد ليلاتنا مستمرة معكم في أسابيع قادمة ومداد من أغنيات الحقيبة في الأسابيع القادمة. لكم عاطر التحايا ولكل متابعينا في هذه الأمسية المتميزة، في أمان الله. الصباح نجدي زارني وحراك